بتهين وبتسيء وبتذل الجنة. أنت جايب الحاجات دي منين؟ أنت كنت هتعميني، كنت هتعميني، وإيه الطاية اللي أنا كنت لابسها دي؟ أنا لا أعرف غير هذه الطاقية، الطاقية هذه الطاقية هي طاقيتي. أو هذه الطاقية فوق كل طاقيات الوطن. بهذا الذي زيارة يا زيارتي من الصحابة من شرب الخمر ومنهم من زنا، ومع ذلك هم ساداتنا. الصحابة من شرب الخمر فأقيم عليه الحد. الصحابة من زنا فأقيم عليه الحد. هذه كبائر. ومع ذلك نحن نقول رضي الله عنهم هؤلاء. وحمل عمر إلى بيته، سقوه نبيذا فلم يتبين، فسقوه لبنا فخرج. يعاقل الخمر. عمر كان مدمن الخمر معروف، كان مغرم بشيئين، بالنساء وبالخمر. كان يفرغ الطاقة الفائضة الزائدة في النساء وفي الخمر. يعاقر أحسن وأجود أنواع الخمور، ومع النساء والجوائب. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي وراء الوليد بن عقبة بن معيط سكران. تكوني سهيلة تطرح. مسعود صلي وراه وصحابي ومن فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم الفجر أربع، أربع صلى بهم الفجر وابن مسعود وراه يروح. فهذا صاحب من أصحاب رسول الله وهو فاسق بلا مثنوية. تم الحمد لله تركيب الست ملائكة. بما ثبت في صحيح مسلم. جنب تمثال الملكة. لا نعلم عليه بشو. من شربه الخمر بل إدمانه. تسلمين يا باشا. على شرب الخمر وصحيح صحيح مسلم. لا نعلم عليه. تسلمين. حبيب عم نايمر، الله يخليك عم نايمر، الله ينور. صلينا على رسمي، حبيب عم نايمر، حبيب عم نايمر. نحن أديان تؤمن بالعلم و
وليس الطين وتحط على العين يفتح. نحن أديان تؤمن بالعلم وليس شياطين تلبس خنازير وتفلسح. نحن أديان تؤمن بالعدالة الاجتماعية وليس الإسكيليا اللي يديتك فلوس قمت رميتها من البرادات. نحن أديان السماحة والمحبة الحقيقية. نحن مسلمين ومسيحيين من أقوى الفروع الطعمية. نحن وراء الرئيس السيسي حتى نحقق خير الأمة. نحن نبني أكبر كنيسة وأكبر جامع وأكيد أكبر مستشفى وأكيد أكبر مدرسة وأكيد أكبر جامع. نحن أديان تؤمن بالعلم اخرج برا يا ابو الفسيخ. ابو الفسيخ انت المسيخ الدجال يا ابو الفسيخ. ولكن نحن أديان عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح وعلى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هم أديان العلم. أديان المعرفة. أديان النور. وليس الفسيخ اللي انت بتعمله.